صلاة يا سليمان، صلاة. بعد ما تخلص مصلي بغيتك شوي. مساء الخير. مساء الخير عليك. ما شفت عمي علي اليوم؟ توني ساير للبيت، الظاهر اني رجع. أول مرة من يوم يجي الحارة يخرج في النهار. صدقي متوشى عليه. لكن انتي هين رايحة؟ طالبت مني الحاجة زوان. عبيد. ها؟ بغيني أقول حل عم علي شيء؟ قولي، ما تخافي. قول له فاطمة تقول لك ها؟ تأخر المطر. من همه؟ هو يعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالتي الحاجة زوان هنا؟ أيوة موجودة، لكنها فوق تصلي. بنتظرها لين ما تخلص. من كان عند الباب يا عزة؟ أنا خالتي زوان. أنتي من؟ أنا فاطمة بنت سليمان. ما شاء الله يا فاطمة، كبرتي وصرتي حلوة. تعالي حيتي، ليش جالسة بعيد؟ أنا هنا مرتاحة. عقب أنا أجيش. ولا أقول لك يا فاطمة؟ تعالي نسير داخل. قومي، أبغي أراوي شيء. قومي يا فاطمة، تعالي. جلسي هنا، هنا أريح لك. هذه القلادة يا فاطمة
اشتراها دي سعود، ما في مثلها هذه الأيام في السوق. ذهب أول كان ذهب، ما ذهب هذه الأيام. الله، شوفيها كيف حلوة عليش. قومي قومي وشوفيها في المنظر. الله، كأنها مسواية ليش. تصدقي أنا ما لبستها، قلت أخليها لبنتي إذا الله رزقني، لكن ما مكتوب لها أنها تجي. حظ خالتي زوان ما مثل نيتها. بنتي يا فاطمة مثل بنتي، ولو بتكون ما بتكون أحلى منش. لكن أبوه قال إني مش موافقة. كيف ترضي البنت يوقيها رجال شايب وهو مثل ولدي وأخله؟ لا تصيري على شيبته، هو أصغر من الصغار. صدقي يا فاطمة، كنت دائما أسمع يبكي مثله، كأن في شيء عذبه، كأنهم أخذوا منه شيء يحبه. لكن ما أنا اللي عذبته ولا أنا اللي خدت منه شيء. لما يكون الشيء عندك وما ترضي تعطيه تكوني خذتيه منه. لكن ليش أنا؟ ليش ما غيري؟ كان ممكن تكون غيرش وغيرش كثيرات إذا ما من هنا من مكان ثاني. لكن سبحان الله، القلب ما يريد. صدقي يا فاطمة، أنا فرحت لما عرفت مش هي. قلت يا زوان، على الأقل واحدة تعرفيها أحسن من واحدة تقاليها. هذه أنت قدامي. هو بيتزوج وبيتزوج، أنا ما أقدر أمنعه ولا حتى أشتكي. إذا ما وافقت بسأل منش، لأنش أنت أولى، وما ترضي تخيبي ظني. لكن ليش لا؟ الواحد يتوقع الجحود من كل الناس، خصوصا القريبين أو اللي يحبهم. أنا متعجبة منش، كان الكلام اللي جالسة تقوليه غير عن النية اللي في قلبش، أو كانش جالسة تحاولي تصدق اللي تقوليه. أنا لما جيتش بغيت أحب على يدش، ترجاش ترحميني وتوقفي معي. لكن تو لا لا، أنا ما موافقة. وإذا الله أراد أنا وأبوي ما بنموت من الجوع. أول مرة من يوم جيت تغيب على الحارة في النهار وما حد سأل عني. فاطمة سليمان هي اللي سألت عنك وطرشتني. أقول لك هو إنهم تأخروا والمطر بعد تأخر، هذا اللي قالته منهم. ما أعرف هذا معناه إنها في ورطة وتستغيث فيك. بس هي ما كانت في ورطة، وأنا شفتها رايحة بيت أبو حمود. هي كان باين عليها الخوف وبس. الخوف ورطة
مثله مثل الفرح لما الفرح يكون ورطة. إلى هنا وبس، أكثر من كذاك أنا ما أفهم. قلت لي سايرة بيت أبو حمود؟ هذا اللي شفته. أبو حمود، سعود أبو حمود. تفكر في إيش؟ بعدين بتعرف. المهم إيش أخبار أصحابنا؟ قصدك أحمد وسعد؟ وسالم. سالم ما معاهم حتى اليوم، ما في الشغل. وأحمد لما قلت له الكلام اللي قلت لي إياه اصطم وما تكلم ولا كلمة. وسعد المسكين، سعد جرح يدينه بسكي وما أعرف ليش. وما سألت ليش سالم ما داوم؟ لا، يمكن يكون مريض. أو ممكن بدأ يدور ويبحث. أنا أعرفه، هو مندفع أكثر منهم وهم أكثر حذر منه. أنت تتكلم عنهم كأنك تعرفهم. هانت يا عبيد، هانت. أنا بعدها ممكن أرتاح وأتفرغ لمكان آخر ولهموم ثانية. اسمعني يا عبيد. تفضل. سير تو بيت سليمان وكلم فاطمة ولا يقول لش عمش علي، ما دايما المطر ينزل من فوق. أجا من هنا ينزل؟ من الأرض، من هنا. هي تفهم هذا الكلام؟ لو حاولت تفهم بقلبها ما بعقلها. سير لها تو يا عبيد، أكيد رجعت من بيت سعود. يلا انا سايق، بس عسى اني ما انسى في السكه. المطر ما دائما يجي من فوق، يجي من الارض، من هنا من هنا من هنا. انتظرتهم كلهم يخربوا يا سليمان حتى اقدر اكلمك. ايش اللي سويته يا سليمان؟ ما اعرف، صدقني ما اعرف. جيت اقول لها وقالت انها سمعت كل شيء. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صدقني يا أخويا سليمان، أنا ما موافق أبداً على اللي يسويه سعود. بالعكس، يمكن أنا أكثر واحد تفاجأت منكم. لو كان الزمان غير هذا الزمان كنت وافقت من غير ما أشاورها أو حتى غصبتها. كان الزمان غير وأنا كنت غير. تعرف أنا كنت في سنة من السنين عسكري محابيس. كان الجواب عندي صرخة والفعل رصاصة من بو خمسة ولا من بو عشرة. ما حد قدر علي غير واحد جابوه الحبسه هو مظلوم. ايه اخويا سليمان، ما كل متهوم محبوس وما كل محبوس متهوم. صدقته وعرفته زين، لكني ما قدرت اخفف عنه لانه ما قال عن نفسه غير انه مظلوم. هو الوحيد اللي قدر عليه
ولما بغى يهرب ما وقفت في وجهه، ساعدته وقلت له لا تتردد يا حمد. حمد؟ نعم، كان اسمه حمد بن ناصر. وإيش دخل هذا في بنتك؟ ما أعرف ليش تذكرته بعد كل هالسنين. يمكن هو سبب جيتي لهنا. لو ما كان هرب مع الغريب ما كانوا طلعوني من الشغل وكنت بقيت هناك وما جيت هنا، وما كنت في الورطة اللي أنا فيها. زين، وعلى إيش ناوي الحين يا سليمان؟ قالت لي إنها بتصير عند الحقية زوان، يمكن تقدر تسترحمها ولا تقنعها. سليمان، نعم، تسمع كلامي؟ قول. سر للدكان، قول انك ما موافق وان بنتك رافضتنه. والشغل من بيشغلني وانا في هذا العمر؟ بتشغلني انت؟ انا انت تعرفني اني راس مالي اجار البيتين اللي عندي، يلا يكفوني انا وبنتي. حكيت كيف تبغاني كيف تبغاني أرفض؟ أنا هذا الشيء كان ممكن أسويه بنفسي ومن غير رأيك، ولا باغي تبين لي نفسك أنك معي؟ من مع من هالأيام يا سيف؟ ومن مع نفسه من؟ خليني أروح البيت على الأقل أروح. سير للبيت اللي ساكننا، بس لا تنسى ان هذا البيت ملك لابو حمود، ملك لسعود. نسيت ولا اذكرك؟ سليمان من؟ أنا عبيد أبو شنة؟ لا خرج. لحظة بقيك. أنا قلت الكلام اللي خبرتيني إياه حل عم علي، وهو طرشني أقول ليش. مو أقول ليش يا عبيد، مو قال هي. هو الكلام ما صعب لكن ما يفهم. مو قال هي. قال ما لازم المطر يجي من السماء، المطر يجي من الأرض. أكيد أنت ما فاهمة. هي ما فاهمة مثلي أنا. وقال بعد، قال وإن هذا الكلام ينفهم بالقلب ما بالعقل. أنا فهمت. يعني طلعت أنا الوحيد اللي ما فهم؟ يمكن لأنك ما محتاج تفهم. لو هذا الفهم ماي كان شربناه، لو أكل كان كليته، لكن لا هذا ولا هذا. صحيح كما قلت أني أنا ما محتاج أني أفهمه. يلا شباب ان شاء الله. ايش فيك؟ ما باقي شيء. يلا شباب شوي. ابوي ايش في؟ ابوي رد علي يا عمي، ايش في؟ ما في الا الخير يا بنتي. تعب شويه في المسجد وغمر علينا بدون سبب. شنو ابوي؟ ابوي رد علي.
أحسنت يا جماعة، أحسنت، بارك الله فيكم، ما خسرت، أحسنت، ما خسرت. أبوي، رد علي يا أبوي، أبوي، إيش في أبوي يا عمي؟ ما أعرف إيش صار فيه، اليوم طول النهار مستند على جدار المسجد هو يفكر، دموعه تتكلم عنه، فجأة بغى يقوم، لكنه ما قدر يمشي، طاح وغمر. ومن عندي يا رب ساعدني. على العموم يا بنتي انت خليش معاه وديري بالش عليه، انا اسير اشوف الطبيب وبرجع ان شاء الله بصحة. ابوي رد علي يا ابوي، رد علي، انا بنتك فاطمة، ليش تسوي في عمرك كذا؟ اذا كان علي انا موافقة، موافقة اتزوج ابو حمود، موافقة، أهون علي من إني أشوفك في هذه الحالة. أبوي رد علي يا أبوي، رد علي. انت ما تشوف الباب مقفول بقفل؟ انا لازم اخبره ان عم سليمان مريض ويمكن يؤذوه اكثر. هو قال يقولها ان المطر ما لازم يجي من السماء، بس ما قال ان المصايب تجي من الارض، دائما من الارض. لا حول ولا قوه الا بالله، صدق اللي قاله من رابع المجنون. يا ترى انت هين يا عم علي، هين تو؟ عزيز موجود؟ يس. نمشي طال عمرك، وين بغيتنا نروح؟ الحارة ولا بيت القرم؟ لأي مكان أكون فيه وحدي. الخرابة الليلة؟ لا
الليلة بالذات لا. حتى سالم تأخر، ما أظن بيجي اليوم. خليك من سالم، مفاجأة اليوم كانت أكبر من الخبر اللي بيجيه بسالم. شكرا. ما أظن يا سعد، ما أظن اللي عند سالم أكبر، على الأقل ممكن يكون في غموض أكثر. أما سالفة الإيجار فهذه عادية، مجرد صدفة كل الناس يعانوا منها. صدفة؟ وإيش مقرب لنا غيرها؟ الصدف صارت تكبر وتنتشر مثل السرطان، صرنا نعايشها أكثر ونحس فيها أكثر، وكأن التسلسل المنطقي مرتبط بسلسلة صدف. هذا اللي كنت خايف منه، إنك تنهار وأنا أنهار، كلنا ننهار وما تكمل اللعبة. أي اللعبة؟ أي لعبة؟ أنا ما مجبرني أستمر، وما ممكن أكون إلا اختيار نفسي. أنا ما أرضى أي واحد ثاني يختارني حتى يلعب بي أو يلعب معاي. بس إحنا لازم نترك الشقة، لازم ندور على سكن جديد. لا تقول لي هذا ما اختيارك، صدقني أنا مثلك، أرفض إن واحد أي واحد يلعب بي. لكن انت ما ملاحظ؟ ما ملاحظ ان احنا داخلنا من ساقين وكأننا قابلين؟ الخطة اكبر منا للأسف، احس انها دخلت لمرحلة استغلال حاجتنا. انا ممكن ارجع البلاد. لمن؟ العم ظالم ولا البنت عم تزوجت الغريب؟ ولا كمل كمل، بتقول حق أرض ما قدرت توفيرها هنا، على الأقل إني أكون هناك حتى هو ما يكون وراي. لكنه كان هناك في يوم من الأيام، كان هناك. بس كيف فجأة يكون غني؟ دائما نشوفه فقير وأفقر من الفقر. هذا الإنسان محيرني. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. عرفت إنكم بتكونوا هنا. باين عليك الحزن، ليش رجعت؟ لو بقيت هناك ما سهل على واحد يترك بلاده في نفس اليوم اللي يروح لها. أنا فتحت الحرس. إيش؟ فتحته؟ و ما حد قال لك شيء؟ كانت حيطة حرمة عبوس، أشوفها أول مرة، يقولون أنها جات البلاد من شهر واحد بس، لكنها تعرف أسامي كل الشياب اللي فيها، حتى أنها سألتني عن أمي. كانت تعرف اسمها. الحرس. ما حد منكم بيقرأ؟ تقريبا. وهذا اللي خلاني ما أتأخر وأرجع اليوم. Thank you.
يا ساكن من غير سكن، قلبك في الغربة ارتهن، ارجع لدارك تلقى قرارك، والباقي أوجاع ومحن. انتظرك هنا طال عمرك. لا، انت روح لاولادك وانا بدبر نفسي ان شاء الله. من علي؟ ايه علي يا سالمي، نسيتني؟ ما نسيتك يا علي يا اخوي، العتب على الشيب، ما بقى من العين الا الظلام. تفضل بيت بيتك، تفضل. الله يرحمه. قرب يرجع يا سالمي، قرب يرجع. يرجع كيف يا علي؟ انت مؤمن وعارف ان هذا ما يصير. ايه يا علي، لو رجعوا موتانا كنا استحينا نقابلهم من تقصيرنا في حقهم. لكني ما قصرت، أنا صحيح حبيت عنا الكثير، أسكت لما يرجع معي لبيت أبوه أخبره بكل شيء وبعطيه كل شيء، بس هو ما صبر. لكن عيونه كانت تسأل، قتلت الحيرة. ليش جاي يا علي؟ ما أظن أنك جاي علشان تشوف صورته، يمكن عندك منها كثير. هذا المكان ريحته يا سامي، ريحته وريحة إيمان زوجته. خذته وما قدرت تحافظ عليه. لا يا علي، كانت تحب أكثر من ما تحب نفسها. كانوا عصفورين وكان هذا البيت جنتهم، وانت انت ما فكرت تزورهم ولا حتى تبارك لهم. من قال لك يا سالمي؟ من قال لك؟ أنا أعرف عنهم أكثر عن أي حد. أنا وعلى شيبتي هذه كنت أختفي ورا الجدران حتى أشوف من البيت، وأحاول كم مرة أناديه وأحضنه وأقول له سامحني، لكنه كان يختفي، وكنت أبقى وحدي لحد ما يجف الدمع من عيني، وأقول باكر أروح للبيت، لكن باكر هذا ما جاء، أخره عني عنادي عنادي. ما أظن أنك جاي مرة ثانية تسألني عن الحرز، ولو سألتني يا علي بقول لك دورت بكل أغراض ناصر وما لقيته، واليوم أكد لك أنه ما موجود هنا. عجب هنسان، أنا لازم أحصله، هذا في كل شيء. أنت طلبت مني أرعى ناصر، ناصر وبس، وأظن أني وفيت. وأنا ما أنكرت هذا يا سالمي، وأشهد أنك وفيت وأنك ما قصرت يا سالمي. أنت تسألني عن الحرز وإيمان تسألني عن الأوراق. أوراق؟ الأوراق اللي كتبها ناصر. حمد. حمد؟
ناصر. الحرز ما معي يا علي، والأوراق ما معي يا علي. صدقيني ما أعرف إيش مكتوب. ما فكرت في يوم فتحة، كل اللي أعرف إن فيه كل شيء. تصوري بهذا الحجم وفي كل شيء. وليش تعطيني يا اليوم؟ لأني ما أريد يغرق معي اليوم. هو لو كنت تحبني ما قلت هذا الكلام. أنا أمزح يا بنت الحلال، أمزح. أو إنك ناوي على الرحيل؟ اي رحيل هذا؟ الله هداك. بس ما اعرف يا ناصر، ما اعرف ليش احس ان قلبي مقبوض اليوم، كأن اليوم اول مره اطلع البحر، او كأن اخر يوم. خلي الحرز معك. لا خلي معك انت، انا اليوم ما محتاج الا لنفحة هواء، هواء من هذا المكان وكل مكان انت فيه، هواء فيه من انفاسك حياتي، يغنينا عن هواء الدنيا كلها. وانا اغوص اطلع عليك عم مسعود، المسكين ما يقدر على الغوص ولا على قيمة واحد جديد. وبعدين ايش بيكون في هذا الحرس؟ اكيد ما في رسمة وجه للحبيب ولا حتى رسمة حظ. انا كل حظوظي برسمة كفوفك وكل ايام الجاية في لمعة انتظار هذه العيون. حارب وصل، وعدني يطلع معي البحر، ما حنا ما يقدر عليه. قال لي بيجلس على الهوري وبيعزف على مسماره، يبغى يسمع حوريات البحر أحزانه. يقول تعب يسمع أحزان الأهل البر، أنا ما شاف في عيونهم إلا معاني الاستغراب. خلي معك. لا تفتحي إلا إذا طلب منك الأكل أو بعد موته.
يا الله حياكم. يا الله. انزين سيف. اها. مش معاي بخطف على سليمان شوية نسلم عليه. والله أنا من رأيي ما نسير. لأن الرجال تقريبا مشلول. لا يقدر يتحرك ولا حتى ينطق بكلمة. الطبيب طلب مني أني أخذ المستشفى لأن يقول أن في شيء خطير. خطير؟ يعني إيش؟ انفجار في المخ أدى إلى غيبوبة. يعني الرجال ما بيعيش. إذن لازم النقل المستشفى مثل ما قال الطبيب. لو تعرف عن سالفة سليمان يا أبو حمود كان ما قلت هذا الكلام. سالفة كبيرة تهمك وتهمني. يا سيف اتكلم. ترك خوفتني. أنا ما بناقص الأيام. سليمان كان في يوم من الأيام عسكري يا أبو حمود. زين وإيش فيها؟ في نفس الحبس اللي كان فيه حمد بن ناصر. نفس الحبس اللي كان فيه حمد بن ناصر. يعني سليمان يعرف حمد بن ناصر. حمد بن ناصر هرب من الحبس مع غريب. غريب؟ من يكون؟ يمكن يكون علي. علي ما حد غيره. علي. صدفة غريبة. وليه جات في هذا الوقت بالذات؟ هذا معناه إن سليمان يعرف علي من زمان. شوف الملاعين كيف ومخلين عمارهم ما يتعرفوا إلا هنا. أنت قلت لي إن سليمان مشلول. حد يعرف هذا الكلام غيرك أنت؟ ما أظن، لأن الطبيب قال لي هذا الكلام على انفراد. حتى بنته ما سمعت. حتى بنته ما لازم تعرف هذا. يعني إيش؟ يعني المريض مشلول وعاجز وما يتكلم. زين، واللي يعرف عنه بيندفن معاه. أبو حمود كأنك تبغى ترجعنا لسوالف زمان. أنت لمست بيدك؟ لا وحدي ولا أنا. هو ما استحمل الفرح. أي فرح؟ فرحة زواجي.